السلام عليكم، تحياتي ومحبتي. عودة في دقة في دقيقة. نكمل على أوراق شجرة الأوكاليبتوس، فما غادي نذكرش كل شيء، ولكن غادي نذكر أهم المسائل اللي تتساهم في العلاج، تتعالج أوراق الأوكاليبتوس. إذن أش غادي نقول؟ غادي نقول بأنه هي ممتازة الجهاز التنفسي، بحيث أن الربو تتساعد في علاجه وتتحد من ديك الأزمات اللي تيكون، تساعد على أنه في الوقت باش تنديروا البخار وتنديروا شوية أوراق هذاك وثم تستنشقوا، فهي تساعد على الجيوب الأنفية والانسداد ديال الأنف. مزيانة بشكل ممتاز المتانة، وهذا علاش في الوقت باش تنكونوا تتناولوها تيكون رائحة الكاليتوس عندنا في الإبط، وتتكون في التعرق ديالنا، وتتكون حتى في البول ديالنا. ألوغ أهم شيء اللي بغيت نقول، فهي ممتازة للغاية، مزيانة حتى لحب الشباب، مزيانة لعدد من المسائل اللي نقدر نقول لكم رائعة للغاية. وواحد القضية مهمة، أوراق كامتيزان ناخدها، فهي تحد من القلق ثم من الإجهاد. إذن هذا باختصار، وفيها فوائد كثيرة والبرانسيب ديالها كثيرة، وأهم شيء اللي تتعالج هو الجهاز التنفسي بشكل رائع. تحياتي ومحبتي لكم، على ربي تكونوا بخير.